الفايدة الرابعة، هذا النور اللي بينزل لقلب الإنسان بيديله فايدة عظيمة قوي. الفايدة دي هي التنزل الملائكي على القلب اللي يدي للقلب نوع من أنواع السكينة ونوع من أنواع الطمأنينة. وأنا هدي لكم مثال. عارفين زمان وإحنا صغيرين لما نكون قاعدين في البيت لوحدنا والنور يقطع بالليل، شفتوا حالة الوحشة والخوف والرعب اللي بتملأ قلوبنا بسبب الظلام ده؟ طيب لو إحنا بالنهار والنور قطع، إحنا بنخاف زي الليل؟ لا لا خالص. ليه؟ علشان النور موجود. كتير من ولادنا مشاكلهم النفسية اللي موجودة حاليا، الشاب اللي تعبان نفسيا ومخنوق وبيشعر دايما بضيق ويجي يقول لي أنا حاسس إن أنا عندي اكتئاب، ده كله بسبب وحشة الظلم اللي موجودة في القلب اللي عاملة زي النور لما بيتقطع كده بتبقى خايف. شبابنا النهاردة اللي عايش في الحياة مضطرب وخايف ومرعوب وخايف من بكرة وخايف على الرزق وخايف مش عارف من ايه وخايف من ايه والوظيفة وهقدم وانا لما اخلص هشتغل، ده هما في مش عارف عملوا ايه، ده منعوا سوء كذا، ده عملوا. حالة الذعر والهلع اللي موجودة عند ولادنا دي جت منين؟ جت لان القلب مظلم. الظلام دايما بيجيب للإنسان وحشة. نزول القرآن على قلب الإنسان بيشيل ده كله، بيطرد ده كله، بيزيل ده كله، ويبدل الخوف والوحشة والهلع والذعر والاكتئاب بطمأنينة، بسكينة، بهدوء، بهدوء. واللي عايز يستشعر المعنى ده يسمع لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. بالله عليكم دققوا كده في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، يا رب اجعل القرآن ربيع قلبي فعشان يتحول بعد ما كان ميت يبقى عايش يبقى حي، ونور صدري أول ما القرآن بينزل في الصدر يملاه بالنور، فإذا امتلأ بالنور إيه اللي يحصل؟ جلاء حزني ذهاب همي وغمي. فيبدأ سبحان الله الإنسان اللي نزل على قلب القرآن مهما كانت البلايا، مهما كانت المخاوف، مهما كانت الأزمات، مهما كانت البلاءات المحيطة به، تلاقي سبحان الله حامل القرآن في قلبه عنده نوع من أنواع الطمأنينة القلبية التي لا يتخيلها إنسان. عشان كده سبحان الله أنا كنت من قيمة كام يوم كنت في عزائين في بيتين مختلفين. البيت الأولاني هو بيت حد من مشايخنا من أهل القرآن اللي نذر حياته لتعليم الناس القرآن ومات له ابن. البيت الثاني برضو لبيت يعني هو بعيد شوية ولكن هما جيراننا فكان لازم نحن نأدي واجب العزاء، ولكن هو البيت بعيد يعني أهل ما بيصلوش معنا في المسجد، ما لهمش أوراد في القرآن، ما لهمش ما لهمش، احنا عارفينهم. سبحان الله أنا طلعت من هنا على هنا، سبحان الله هذا الرجل رغم أن فاجعة موت الابن فاجعة ما بعدها فاجعة، إلا أن انتوا طاروا هنا سبحان الله السكينة، طمأنينة، الهدوء، الهدوء. سبحان الله هذا الرجل أنزل الله عز وجل على قلبه برد السكينة وقت البلاء. ليه؟ هو القرآن كده. القرآن هو أعظم دواء لإزالة المخاوف من القلب. القرآن هو أعظم دواء لإزالة الهموم من القلب. وأنا هقول لكم والله على موقف أنا تعرضت له في بلاء هو أشد وأصعب وأعظم بلاء أنا تعرضت له في حياتي كلها. أنا فعلا روحي أنا حاسس إن هي منكسرة مهدودة،
نفسيا منهار، كنت سبحان الله عمال ادور اقول يا رب الهمني ما تقويني به امام هذا البلاء، يا رب الهمني عمل صالح اقوم اعمله، فسبحان الله ازداد به قوة امام البلاء ده، يا رب افض على روحي من السكينة ومن الطمأنينة اللي يجعلني ان انا اقدر اكون واقف على رجلي في وقت البلاء ده. سبحان الله كتزعت القرآن كان شغالة، وكان دعاء ختم القرآن، وإذا بالشيخ وهو يدعو دعا بهذا الدعاء: اجعل القرآن نور صدري، جلاء حزني، ذهاب همي وغمي. قلت بس هي دي الإشارة، هي دي الرسالة من ربنا عز وجل. سبحان الله زودت أورادي من القرآن القراءة، زودت أورادي من القرآن السماع، زودت أورادي من التدبر في كتاب الله. كانت النتيجة والله العظيم أنا استشعرت بقوة غير طبيعية، غير طبيعية نزلت على روح الإنسان أولا، وعلى بدن الإنسان ثانيا، وفي قلبي ثالثا، فكنت قويا أمام هذا البلاء بفضل الملك سبحانه وتعالى. هو ده نور القرآن بقى، زي ما قلت لكم الظلمة اللي موجودة في القلب بتجيب دايما الوحشة، بتجيب دايما المخاوف، بتجيب دايما القلق والاضطراب، قلة اليقين. أما النور بقى، النور لا بيجيب الطمأنينة، بيجيب التفاؤل، بيجيب بفضل الله قوة. دي من قيمة النور اللي ربنا سبحانه وتعالى بينزله في قلبك أنت، فتستشعر أن في سكينة عندك أنت حتى لو كنت في بلاء ومحنة.